تم اتهام الحراك بالعمالة والأجندات الصهيونية، لكن كل الشباب كانوا وطنيين وأصحاب قضية تعنيهم فلسطين. وكل ما طالب به الحراك حكومة تعرف كيف تدير البلد، مش حكومة رجال دين، حكومة من أشخاص أكاديميين متعلمين رجال دولة فقط. تم قمع الحراك بأبشع الصور، فلم نجد دعم دولي، لم نجد إقبال على هذا الحراك اللي نشأ أو مصوغات لدعمه من قبل العالم. فكان هذا الحراك النفس الأخير للشعب الفلسطيني في غزة، بعدها لا يجرؤ أحد لأنه شافوا بالضبط شو صار. طب هل تتوقع أنه يصير شيء شبيه في المستقبل القريب؟ طالما ما فيش جهة دولية لديها حل والحل مرهون بحراك في الشارع الغزاوي، لا يعني هي كل الثورات. هل تقصد أنه يكون في تنسيق بين المجتمع الدولي والحراك اللي راح يكون في غزة؟ بالضبط، يكون في تنسيق، تم التوصل إلى حل معين مقابل إشراك المجتمع الغزاوي في العالم، إنه الشعب في غزة يخضع بفرصته للعيش. لابد